Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi pembacanya. Sekarang kita ziyadah nambah hafalan baru surah Al-Ahqaf. Oh, bukan surah Al-Ahqaf. Oh ya, surah Al-Ahqaf ayat 15 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبدو إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالدي أفٍ لكما تعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فسيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يرد الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.